الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأيام دي الجمهوريين عندهم ذكرى يسموها هم استشهاد المفكر محمود محمد طه. هو لا مفكر وكذلك ما شهيد، لأنه ما مسلم، زول مرتد عن الإسلام، وده حكم محكمة وجزى الله خيرا الرئيس نميري لأنه أعدمه، جزاه الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة. فده اللي عامل له ذكرى، إنه ذكرى بتاعت استشهاد. وهو الزول ده لما مات، مات على الكفر بالله تبارك وتعالى. يعني الليلة الجمهوريين دارين يفهموا الشعب السوداني انه محمود محمد طه استشهد او قتله ظلما ومات على الاسلام. اول حاجة دارين السودانيين يعرفوها انه محمود محمد طه مات على غير دين النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده محل دارين ودوه خليه ودوه، وده كلام محكمة. الزول ده مات وعقيدته انه الانسان بيصل مرحلة بيبقى الله، ومات على انه القرآن الجزء القرآن المدني ما نافع، النافع هو القرآن المكي لانه بيتفق مع الامريكان وغيره حقوق الانسان والكلام الفارغ ده، ومات على انه كلام النبي عليه الصلاة والسلام برضو ما نافع، ومات على انه في رسالة تانية من الاسلام غير الرسالة اللي جابها الرسول صلى الله عليه وسلم. ده اللي مات عليه محمود محمد طه، وغيره من الكفريات والشركيات. الليلة ديل دارين يعملوا تأبين ولا ذكرى زي بتاعت الفنانين دي، يذكروا الشعب السوداني انه محمود محمد طه مات على الكفر، ما مات على الاسلام. طيب المؤتمر بتاعهم ده عاملينه جايبين فيه اكتر من طاغوت واكتر من دجال ومشعوذ عشان يلعبوا بدين الناس، منهم القراية. وانا دار اعلق في تعليق بسيط ان شاء الله على هذا الرجل الحاغد على الاسلام الداعي للكفر الذي يسيء للصحابة ويسيء للقرآن ويسيء للنبي عليه الصلاة والسلام ويسيء للانبياء عليهم الصلاة والسلام، بل يسيء إلى الله تبارك وتعالى. وده كان مدير بتاع مناهج وخلاه الحمد لله رب العالمين، لكن ما زال لو ينشر الكفر والهوى ضاربهم. وشوف يا علماني، طالما انت بتنشر الكفر بتاعك ده في البلد دي، نحن بنرد عليك، اوعك تزعل، نرد عليك بالطريقة اللي احنا دارينها، ما بتحددها انت، عشان ما تقول لي الكراهية وما الكراهية والحركات اللي بتنفع معاك، نرد عليك بالطريقة ان احنا دايرينها، لانه ربنا عز وجل قال ان الذين يحادون الله زي كده القراي ورسوله اولئك في الاذلين. لازم نزلك ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب الزول ده عنده كلام بسيط وكلام خطير جدا جدا، عشان تعرف انه الزول ده يكره الاسلام وهو على دين تاني ما على الاسلام ده. طيب وأن الآية في الحقيقة جاي توري الرجل واجباته شنو، لكن ما هم هل قروا الآية للآخر؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فهي جاية الوصاية فيها في أنه أنت بتأمر المرأة وبتغرض عنها وبتضربها إلى أن تطيعك. شوف الزول هنا بيستهزأ بالقرآن، الكلام جايك لحد ما العواليك بتاعينه ديل بيصفقوا، يستهزأ بالقرآن ويستهزأ بالنسوان الزمان. نسوان الزمان ديل منو؟ ديل الصحابيات رضوان الله عليهم. التدقيق من ضربه دي الوصاة،
وصايا. ودي وصايا المرأة زمان قبلتها لأنها كانوا بيدفنوها حية. قالوا لا خلاص احنا ما حندفنك حية، لكن ممكن نعمل لك حياة ثانية، فجبت الحياة الأقل من الدفن. لكن أنت ما ممكن تقول للمرأة المساوي للرجل هسه. شفت النازل؟ ده الناس ريمهم مجرمين بيتكلم عن الوصايا، ودي ربنا تبارك وتعالى قال الرجال قوامون على النساء. والغريب الزول ده زي ما قال الشيخ مزمل ما حصل قرا له آية صح، نهائي نهائي ما حصل قرا آية صح نهائي مما جاء السودان لحد يوم الليلة آية صح كده لحد النهاية كده ما قرا. ما علينا، الآية دي ربنا عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ودي الآية دي آية القوامة، إن الرجل يقوم على أمر المرأة، وده فيه تكريم للمرأة ذاته. لو الحمار أو البليد أو الدكتور القرائي بيفهم، ده فيه تكريم للمرأة لما يكون الليلة في ذول بيخدمك معناه تذول كويس، معناه الإسلام غيم المرأة. أنا دار أجيك للحتة الأخيرة القالة دي، القال إنه المرأة قال لا أنت يضربوه يضربوك، قال دي المرأة زمان لأنه كانوا بيدفنوها حية، فقال لا نحن بندفنك حية لكن بنعمل لك حاجة تانية، فقامت قبلت بالحاجة التانية دي. طيب هل الإسلام كان قال يدفنوا المرأة؟ الإسلام قال يدفنوا المرأة؟ ولا هل النسوان الزمان بيختلفا من نسوان الليلة؟ لأنه قال الليلة المرأة بقت شريكة الرجل أو بقت مساوية للرجل، المرأة دي ما حتساوي الرجل لحد ما القيامة دي تقوم، لأنه ربنا عز وجل قال لي وليس الذكر كالأنثى، ما واحد ولا بيساوي لا في ده ولا في ذاك، ما بيساوي. لكن القرائي استهزأ بالصحابيات قال لهم انتوا احنا بنضربكم لأنه زمان كان بيدفنوكم، فانتوا تقبلوا بالضرب عشان شنو؟ عشان ما تدفنوا. وده دي قمة الإساءة وقمة الاستهزاء بالقرآن وبالصحابة وبالصحابيات رضوان الله عليهم. امشي قدام. الطلاق ليس اصلا في الاسلام، الاستاذ محمود قال الجمعية المكية جاي يقول انه الآية المكية اصل لانها بتدعو للحرية ولانها بتدعو للمساواة ولانها بتدعو لحرية الاعتقاد، والآية اللي نزلت في المدينة فرع لأنها بالصابر حق الحياة وبالصابر حق الحرية. فإذا كان في إنسان شوف الآية نزلت في المدينة فرع فرع، والآية نزلت في مكة أصل. كويس يا قرقور، منو قال إنه الآية نزلت في المدينة فرع ومنو قال إنه الآية نزلت في مكة أصل؟ دي أول حاجة. قال منو؟ إذا قلت محمود محمد طه نحن كلام محمود محمد طه بنقبله، مع كلام محمود محمد طه ما بنقبله. منو الفرق التفريق التفريق والتقسيم ده القسم منو؟ إنه الآية نزلت في مكة أصل، والآية اللي الآيتين نزلت في مكة ونزلت في المدينة، الجابة منو؟ القالة منو؟ ونزلت على منو؟ إذا كان نزلت من عند غير الله عز وجل بعد ذاك قول دي أصل ودي فرع، لكن طالما كله نزل من الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد. لأن كده ربنا عز وجل قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، الله قال أولئك هم الكافرون حقا. فده دارين يفرقوا بين كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يفرقوا بين القرآن المكي والقرآن المدني، كله نزل من الله تبارك وتعالى. وهم ما دايرين القرآن المدني ليه؟ لأنه فيه الحدود، ودل ما دايرين حدود، دل شلة بتاع الصعاليك وشماسة ورمم ورمتالة وقالين أدب، دل تربية بتاعت أوروبا قاعدين هناك يصعلوا ويقلوا في أدبهم وما عارفين دين وجايين ينشروا الكفر والإلحاد بين المسلمين، لأنه هم الغايظهم إنه بعض الليلة أو الغالبية من الشعب السوداني متمسكين بالدين، وإن كان في حاجات تانية لكن في الغالب متمسكين بالدين.
والناس بتحب الاسلام وبتحب النبي عليه الصلاه والسلام وسيره الرسول صلى الله عليه وسلم، ده ما دايره القراي. عشان كده يقول لك القران المكي كعب كويس والقران المدني كعب. طيب لسه انت على القراي، دي بدايه بس، دي بدايه. والله المؤتمر بتاعكم ده نشروا فيه كفر، انت عارف الناس اللي جايبين واحد كافر كافر مره واحده نصراني، قال لهم الله ده كائن، كائن الله ذاته كائن، قال وهذا الكائن له تفكير وله عقل بنفس الاسلوب ده، والقراي قاعد ما تيجي ما تيجي ضومه قاعد، وده احسن منه في 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 باب ثاني احسن منه. طيب كلام الاستاذ محمود من ناحيه علميه يقول ان القران ده والله كله زي بعضه، ما في واحد افضل من ما في واحد احسن من الثاني، القران فيه حسن واحسن، القران كله حسن لكن بعضه احسن من بعضه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد اي القران ايه الكرسي، وقال ان لكل شيء قلب وقلب القران ياسين وياسين لها قلب، فالقران المكي افضل من القران المدني واحسن منه، والله قال واتبعوا ان احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. شكرا جزيلا. طيب نشوف كلام العلماء في التفسير بتاع الآية دي، وهل كلام القرائي ده إنه اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم؟ طيب الله قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، قال اتبعوا القرآن المكي وخلوا القرآن المدني، بس كلامك ده جبته من وين؟ القرآن المدني يخلوا والقرآن المكي يتبعوا. طيب دي الآية، ربنا تبارك وتعالى قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طيب ده تفسير الإمام الطبري عليه رحمة الله، شوف قال شنو برد على القرائي ده ذاته، قال فإن قال قائل ومن القرآن شيء وهو أحسن من شيء، نفس كلام القرائي، قال إذا قلنا إن القرآن ده في واحد أحسن من الثاني، قيل له القرآن كله حسن وليس معنى ذلك ما توهمت، كلام ده اسمه يا القرائي، ديل العلماء مع الكفار ناس محمود محمد طه، قال وإنما معناه واتبعوا مما أنزل إليكم من ربكم من الأمر والنهي والخبر والقصص والجدل والوعد والوعيد أحسنه أن تأتمروا لأمره وتنتهوا عن عما نهى عنه، لأن النهي مما أنزل في الكتاب فلو عملوا بما نهوا عنه كانوا عاملين بأقبحه، فذلك وجهه. فهمت انت ولا نشرح عليك؟ قال لك انت ربنا عز وجل امرك بحاجات ودي احسنها، ونهاك عن الاشياء ودي الاقبح، فلما قال لك اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم يعني اتبع الحاجات الكويسه الامرك ربنا عز وجل بها، فانت لو عملت بالشيء ربنا عز وجل نهاك عنه انت كده ما عملت بالحسن، عملت بالقبيح، ده الفهم. لكن ما قال ده احسن من ده ولا قال المكي احسن من المدني، انت ما تفهم ذاتك ولا في ذول بيفهم ولا جمهوري بيفهم، ناس ملاحده دارين يضيعوا الدين ويحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام ويحاربوا القران، يوم يجيبوا واحد يرقص ويوم يجيبوا واحده فنانه جونه زي ما قال تغني بالقران الكريم خلاص، وجابوا تاني واحد بغني بلحن الكابلي بالقرآن الكريم، وبكرة ما معروف احتمال يجيبوا القرآن الكريم بألحان طاسو والله الذي لا إله غيره، ده كله عشان يحاربوا العقيدة بتاعت الشعب السوداني وحبهم للقرآن الكريم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.